بنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوف هاد لا فيديو توحشتكم بزاف 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 والله القاتل. توحشت نزل الكاميرا ونبدا كنصور، وان شاء الله غادي نرجع لكم كما كنت في السابق. واخا التفاعل ناقص بزاف بزاف بزاف، ولكن ما يهمنيش ما يهمنيش، انا بارك عليا غير 10 ديال الناس كيشوفوني بارك الحمد لله. المهم البنات لقيتو دابا غادي نخرج انا وبنت خالتي وداك الشيء، غندورو شويه في كيليز ونشوفو جديد داك التخربيق ونساريكم معايا ودوزو معايا النهار ديالي ان شاء الله كامل. سواء غادي يكون فيه فلوغ فيه نهار او لا يومين، غيكون فيه نهار ولا يومين هذا الفلوغ هذا. فليتس كو، خليكم معايا. خليكم معايا دابا غادي نمشي نصايب الميك اب ديالي اول حاجه غنديرها، وشوفو جي كي ولا كارثه 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 كارثه. كل وليلو كل حبوب حبيبات رقاقين، ها نتوما راه كيكونوا باينين، ها نتوما ها هادي بعدا منين جيت من السفر وهي فيا لي ساغن. قمشت راسي قبيله بالضفران، ها هي القميشه باينه. البنات بالنسبه لهذا اللون تي الساغن هذا عجبني بزاف البنات، هذا ديال بنت خالتي تاع لوريال باري، المهم عجبني بزاف غناخذ بحالو. نتوما غادي تشوفوا انا غنستعمل غير لون تي الساغن حيت ما خارجين حتى العشيه وما كاينش الشمس. نزق فهمتوني، غنحطو على الحبيبات. شفتوا البنات عندي حبيبات رقاق ديال الصدر، نخرجهم مني ونديرو شويه هنا وشويه هنا وشويه هنا صاي اونت استومبلي. وهذا الشيء كنبغي استومبلي بليد ديالي البنات، هانتوما شوفو كيكوفري مزيان. بالنسبة لا ريفيرونس ديالو 17 17، شتو في تغي بلونتي ستيرن، شوفو الفرقو باين بزاف. غناخد نفس الباليت ديال ديما البنات، غناخد فيها هاد الكولور هذا اللي قرب يتسالى ليا، خا يتسالي عندي واحد الباليت اللي هي زوينة غنشاركها معكم. عينو راليكم دابا، عينو عينو فابوريت باليت. شوفوا البنات يا او ماي جاد، شوفوا نايس. هل تفكرون فيما افكر؟ بغيت نخدم بهاد الالوان ماشي دابا، نديرو شي نهار شي ماي كاب لي فيه الالوان طيف تبنو الماي كاب ديالنا. المهم غنخدم بهذا الكولور هذا اللي هو النيود، غنخدمو به هاد البلاصة هنايا خفيف غير باش ميبقاوش لنا دوك التجاعيد وصافي. بعد منها البنات غنديرو ماسكارا ترا. Thank you.
صباح النور، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا في هذا الفيديو. المهم تتمه الفيديو ديال البارح لقيتوني بحال فقت، غادي نمشي نغسل وجهي ونهبط نفطر وندوزوا معايا النهار ديالي نكمل ليكم. بعد ما فطرنا داكشي كنا معكم الفلوق بعدا، بعد ما فطرنا داكشي البنات قلنا انا و دابا نديرو ميكياتو ديال ستاربكس نجربوه، وصيبنا البارح الكراميل على نوري ليكم، و جبنا النسكافي. صافي دابا نوريكم باش غادي نخدموهم وندوقو هو اللي في ويم. دابا غادي نحتاجو هاد المكياتو، اسميتو مكياتو ماكياتو كراميل صوص كراميل. غادي نحتاجو القهوة سريعة الذوبان، وغادي نحتاجو الحليب بارد، وصافي فاش غادي ديرو داكشي ديالكم. فليتس جو. اول حاجه غادي نديروها هو اننا سواء نخضوا الحليب سواء نخضوا القهوه، وحنايا بغينا نخضوا الحليب. غادي نخضوا تدخل لنا الكشكوشه منو شحال ديال تفضل. المهم غنديروا ماء معتدل، ما بارد ما سخون، ماشي ديال روبيني ثاني. يلاه حطيتو القرعه في الثلاجه مزجوع، واحد ملعقه كبيره ديال نسكافي سريعه نسكافي قهوه سريعه الذوبان اوكي القهوه جاهزه. من بعد ما درنا هاد اللعيبات ديالنا ها انتما الكراميل شتو غير في اليوتيوب وصيبتو، هنايا عندنا قهوة سريعة الذوبان، هنا الحليب منخوض ها هو تضاعف الحجم ديالو، وعندنا الثلج. صافي دابا غنصايبو المكونات، غادي نجيو كبير نجيبو قرعة. المهم فوالي البنات، من بعد ما درنا هاد المرحلة غادي نجيبو التلج اللي شحفنا في هاد الصيف وبغا يتجمدنا. خلاص أربعة درنا دابا هاد تلاتة التلج. دابا غنجيبو الحليب ديالنا المخفوق. شوفو الكريم غنكب ليكم في هذا باش تشوفو كتر. المهم ما عرفناش واش القهوه هي الاولى كاش عاقله في الفيديو، مي غنديرو كشويه الكريم، نخلي واحد شويه الكريم. جيبو القهوه ديالنا بحال كبو يعني كبو هنايا تا هو مقدار ما كتبهاش القهوه. ها شفتو دابا نجيبو شويه تاع الصوص من الفوق. نجيبو شويه تاع صوص كراميل ولا على ثاني تكون داك لا كريم كيدار من الفوق زيدو. هنا بما انها كراميليزي غادي نجيبو كراميل يامي. فوالا البنات ها ماكياتو، فوالا البنات ها هو ماكياتو ديالنا. بدا تكون في هاد القريعة هادي وهادي ديال ستاربكس بلا كيفاش فيها. فوالا حركتين زين مبروك. المهم ما لقيناش لي باي، لقيناهمش وكنحركو دابا غير بعد اوكي جات. غادي نحرك ديالي فوالا البنات، غادي نشرب ماكياتو ديالنا زوين، ولكن دابا بالكراميل جا خطير.
جربوها جربوها، مو نعيشه في هذا الصيف، مو نعيشه.